اللواء أرجان حرب في الجيش المصري وكان رئيس رادار الدفاع الجوي. اتوفى وهو في الخدمة. كان أصغر لواء في الجيش المصري. شهيد ولا؟ لا جات له جلطة، كان في اتفاقية في حاجة تسليح يعني في أمريكا، ورجع جات له جلطة وإحنا ما فهمناش، كنا أطفال ما فهمناش إن دي جلطة، وراح المستشفى اتأخر يعني في المهم راح المستشفى كده وتوفى يعني في حاجة بتاعت 20-25 يوم. فانا من وانا طفله في المدرسه يعني انا اتربيت في الاسر، لانه انا انا بابايا الله يرحمه وقت ما كنت طفله يعني وقت ابتدائي واعدادي كان هو قائد لواء هناك، فانا اتربيت في الصعيد وبعدين جيت على مصر وانا في ثانوي. وانا صغيره في المدرسه كنت بشترك في الانشطه بتاعت الصحافه والرقص والاستعراضات والتمثيل والقصص دي. هو كل الكلام ده ابويا الله يرحمه كان مرفوض بالنسبه له تماما، هو رجل عسكري جدا ووقتها كانت التقاليد يعني مش زي دلوقتي، بقى في اولاد مهن كتير وبيسمحوا لاولادهم يمثلوا ويغنوا او كده، فهو كان رافض المساله دي تماما. البيت كان قاسي جدا، عندنا ام واب قاسيين جدا يعني مفيش مجال للتنفس، وعيلة بابايا الله يرحمه كلها دكاترة ومهندسين، فكل العيلة يعني شاطرين في المذاكرة، وليه العيلة الدحيحة دي؟ أنا بقى من صغري عايزة بقى أرقص وأغني وأخد قراية والكلام ده بقى مش ممنوع طبعا في البيت. فجيت بعد ما اتخرجت من يعني بعد ثانوية عامة قلت أنا عايزة أدخل المعهد في مصر، فطبعا دي فكرة مفيش فيها يعني مش هنناقشها ما سمعناهاش، طب عشان خاطري ده انا مش همثل ده ما سمعناكيش، طب خش معهد السينما ابقى مخرجه ما سمعناكيش، كل الكلام ده ممنوع. ده لكن بعد ما بابا توفى؟ لا لا وهو موجود، بابايا توفى وانا في ثالثه جامعه في كليه حقوق جامعه عين شمس. لا هو عين شمس، ففي السنه اللي توفى فيه كنت في ثالثه جامعه، دخلت قدمت في معهد في المسرحيه، فمامتي هي اللي طردتني بره يعني اعتبرت انه ده بعد ما بابا يتوفى انا عامل حاجه وكانت مرفوضه طول العمر. ف يعني مشيت من بيتي ورحت قعدت عند عمتي 6-7 شهور لغايه ما دخلت المعهد، واول ما دخلت جلال الشرقاوي يعني راجل عظيم جدا، هو اول واحد اكتشفني فجابني قال لي تعالي انا عايز تيجي تشتغلي معايا في المسرح مش عارف ايه. فدخلت بقى ايه دخلت بدات ادخل المسرح عن طريق دكتور جلال الشرقاوي. فبعديها ماما بدات تتقبل، كان عملت معايا في حاجه اسمها دستوريا سيادنا موسم واحد، وبعدين مشيت عملت حاجه اسمها في مبدو شارع عبده مع احمد ادم وصلاح عبد الله، وبعديها عملت هدى كرامه، وبعديها عملت دوري مي فاصول. بس عمتك كانت موافقه على ده ولا؟ عمتي يعني اللي هو انا قلت لها انا مش همثل ده انا هروح ادرس هبقى مخرجه، فهي اوكي يعني عمتي اوكي يعني خلاص مش يعني. فخلصت القصه دي دخلت بدات اشتغل. فماما بدات تتقبل بقى لما بقى الجيران وصحابي بقى احنا شفنا عمتي زي القمر ايه مش عارفه ايه دي كانت مش عارفه تلعب مش عارفه تعمل ايه، فبدت تقبل ووافقت ان انا يعني ارجع تاني اقعد في البيت وخلاص. وبعدين بدات بقى اشتغل يعني عشان تلفزيون واشتغل بقى سينما واشتغل كذا وكذا. خلال الفتره دي بقى كان علاقتك ليه بوالدتك؟ بمامتي؟ مقطوعه؟ لا في ال6-7 شهور طبعا دول كانت مقطوعه، لان هي اعتبرت ان ده تمرد يعني وتصرف وغلط، وهو البيت كان ماشي كده يعني احنا كنا شايفين الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي احنا كنا كده في البيت. وبعد ما حققتي نجاح حاجه غيرت وجهه نظرك؟ خلاص يعني هي بعدين دلوقتي مثلا ماما لما دلوقتي احنا بقى لنا 18 او 19 سنه يعني هي فخوره يعني لان مثلا بتتفرج عليا في اي حاجه تقول لي انت بقيتي متمكنه قوي انت مش عارفه انت بقيتي جميله قوي انت يعني بنتها فاهم، فهي شايفاني احلى واحده واحسن واحده ومفيش حد زيي وكل ايه ده ايه ده يعني الامهات بقى اللي هي لا انت احسن واحده في العالم كله. فلا دلوقتي طبعا هي فخوره بيا اكيد.